ومن غزة أيضا معنا الآن الصحفي خضر الزعنون. خضر أهلا بك في هذه النشرة، نتابع معك التطورات ووضع المستشفيات بشكل خاص اليوم. أهلا بك وبكل المشاهدين. يعني بصراحة أوضاع المستشفيات خصوصا هنا في مدينة غزة أو في شمالي القطاع هي أوضاع يعني مزرية ومأساوية نتيجة قلة الأدوية وأيضا شح المستلزمات والمستهلكات الطبية، إضافة إلى انعدام توفر مادة الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الرئيسية في هذه المستشفيات، سواء هنا مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات قطاع غزة أو في شمالي القطاع حيث مستشفى العودة وكمال عدوان وأيضا المستشفى الأندونيسي. لكن فيما يتعلق زميلتي بالأوضاع الميدانية فهي أيضا يعني صعبة وصعبة للغاية نتيجة استمرار الغارات من الطائرات الإسرائيلية التي تضرب بين الفينة والأخرى يعني عددا من منازل المواطنين. آخر الغارات كانت استهداف منزل في حي الصبرة وسط مدينة غزة، يعود هذا المنزل لعائلة الشعراوي ما أدى إلى سقوط على الأقل 8 من الضحايا وإصابة العشرات من المواطنين، تم يعني نقلهم إلى مستشفى الشفاء هنا إلى الغرب من مدينة غزة. سبق ذلك أيضا استهداف منزل لعائلة العوضي في مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة، وأحدث ذلك أيضا عدد من الإصابات في صفوف المواطنين. أيضا في خان يونس إلى الجنوب من القطاع استهدفت أرض يعني زراعية خصوصا في بلدة بني سهيلة إلى الشرق من مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع، كما أيضا استهدف يعني مسجد الفتح المبين الواقع في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من مدينة غزة. لكن فيما يتعلق بعمليات التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي فهي بصراحة خاصة في المنطقة الشمالية الغربية وتحديدا في منطقة الشيخ عجلين وتل الهوى والرمال الجنوبي، تدور معارك ضارية بين الجيش الإسرائيلي والمسلحين الفلسطينيين الذين يتبعون للفصائل الفلسطينية وخصوصا كتاب القسام وسرايا القدس. هذه الساحة وهذه المنطقة وهي الشمالية الغربية يعني الآليات الإسرائيلية تحاول أن تتقدم ولكنها تتراجع بفعل المواجهة العنيفة التي تتلقاها من قبل المسلحين الفلسطينيين. أيضا في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة غزة أيضا هذه المنطقة تتوغل بها الآليات العسكرية الإسرائيلية وتدور أيضا اشتباكات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. لكن أيضا في شمالي القطاع وتحديدا إلى الشرق من بلدة بيت حنون في هذه المنطقة أيضا هناك عملية توغل وأيضا تواجه الآليات والجيش الإسرائيلي أيضا مقاومة عنيفة من قبل المقاومين الفلسطينيين، فيما أيضا هناك محاولة للتوغل إلى الشرق من مدينة خان يونس ولكن تصدى لها يعني مسلحون فلسطينيون. طيب بالنسبة لحالات النزوح اليوم خضر، هل ما زال في إمكانية للحركة بين الشمال والجنوب؟ نسأل عن الطريق إذا كان آمنا بظل وجود إسرائيلي عليه واستهداف له بالغارات. يعني عملية النزوح للمواطنين سواء من مدينة غزة أو شمالي القطاع والطريق الذي يسلكه هؤلاء النازحون هو طريق صلاح الدين وبالقرب من مفرق نتسريم هناك عملية توغل للجيش الإسرائيلي ومتمركزة الآليات والدبابات الإسرائيلية، ولكن بالفعل هناك يعني شهدت هذه المنطقة عملية يعني نزوح للمواطنين من الشمال وأيضا من مدينة غزة ولكن بأعداد كبيرة هذه المرة يعني نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة سواء ساعات الليل أو ساعات النهار، ولكن المواطنون بصراحة يواجهون صعوبة في التنقل والسير على هذا الطريق طريق صلاح الدين نتيجة يعني بعد المسافة للوصول إلى المركبات حيث يقطعون قرابة 7 كيلومترات وهي بصراحة يعني متعبة ومرهقة للمواطنين خاصة إذا ما كان هناك يعني من الفئات العمرية أطفال أو نساء أو ما شابه ذلك خاصة رجال كبار في السن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.